أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام، فطرا سعيدا. ما بعد عيد الفطر المبارك مرحلة جديدة ومركزة من الاتصالات التي تنشط بين كل العواصم العربية والدولية المهتمة بالوضع اللبناني، وفي سياق عدد من المحطات المهمة في المنطقة حيث سيكون لبنان حاضرا فيها، ولا سيما منها القمة المرتقبة في المملكة العربية السعودية بين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والتي ستدشن عودة العلاقات إلى طبيعتها بين البلدين بعد اتفاق بكين، ثم القمة العربية المقررة في السعودية في 19 من أيار المقبل. ولقد لوحظ أن الموقف الفرنسي المتعلق بالاستحقاق الانتخابي الرئاسي اللبناني لجهة إعلان الخارجية الفرنسية أن ليس لباريس مرشح لرئاسة الجمهورية اللبنانية، تزامن هذا الموقف الفرنسي مع خبر إعلان الاتصال السعودي الإيراني في شأن عقد القمة بين الملك سلمان والرئيس رئيسي قريبا في المملكة. وإذا كانت دول اللقاء الخماسي فرنسا، الولايات المتحدة، السعودية، قطر ومصر على تشاور شبه دائم في شأن الاستحقاق الرئاسي للبنان، فإن عقد اجتماع ثان معلن لممثلي اللقاء سيتحدد على ما يبدو بعد القمة السعودية الإيرانية، في وقت يستمر كل من سفيرتي الولايات المتحدة وفرنسا وسفير مصر في لبنان باتصالاتهم اللبنانية ومع دولهم، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، وبحكم اتصالات قطر الدائمة مع السعودية ومع فرنسا، ينتظر أن تتحدد جولة ثانية في لبنان للموفد القطري الوزير محمد عبد العزيز الخليفي. وإذا كانت فرنسا بموقفها الأخير أعادت الحراك إلى الغرف الداخلية المغلقة، فإن احتدام العقد الداخلية اللبنانية وتلبد المواقف المحلية في شأن الاستحقاق الرئاسي كلها أمور تدفع نحو جولة متجددة من الاتصالات الدبلوماسية مع الأفرقاء اللبنانيين، خصوصا الكتل المسيحية. وقد تتم دعوة كل من القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر إلى باريس للقاء المستشار الرئاسي باتريك دوغال والبحث في أفكار ومعطيات، في وقت كشف قيادي في مكون الثنائي الشيعي للواء أن الرئيس نبيه بري يعتزم الدعوة مرة ثالثة لحوار لبناني لبناني بموازاة تحرك فرنسا في اتجاه القيادات المسيحية، وسط معلومات عن إمكانات إعطاء ضمانات فرنسية لتلك القيادات، وفي ظل تطورات في المنطقة وتسويات آتية لا ريب فيها. خطب الفطر المبارك شددت على انتشال الناس من الجحيم المعيشي وعلى انتخاب الرئيس وتأليف حكومة وعدم انتظار الخارج، وعلى أن الحقوق هي للبنانيين جميعا وليس لهذه الطائفة أو تلك. إذن في خطبة عيد الفطر الشيخ محمد عساف يشدد على الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، ويؤكد أيضا أن مقام رئاسة الحكومة لا يقل شأنا عن مقام رئيس الجمهورية، وأن الحقوق هي لجميع اللبنانيين وليس لهذه الطائفة أو ذلك المذهب. لوجود مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في مكة المكرمة، توجه ممثل رئيس الحكومة الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكي إلى دار الفتوى في 6 صباحا، وانتقل ورئيس المحكمة الشرعية السنية العليا الشيخ محمد عساف بموكب رسمي إلى جامع محمد الأمين في وسط بيروت لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، حيث أما المصلين وأكد أنه ينبغي على المسؤولين العمل لإيجاد الحلول الفورية في كل المجالات، وفي طليعتها انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة تجسد آمال اللبنانيين. إن انتخاب رئيس للجمهورية ضرورة وطنية وتؤسس لمرحلة جديدة من الأمل والثقة بمستقبل لبنان العربي، الهوية والانتماء. لا ينبغي أن نراهن على الخارج في انتخاب رئيس للجمهورية، بل علينا الاعتماد على أنفسنا وتعزيز ثقتنا ببعضنا البعض، فالانتظار طال أمده
والوقت يمر بسرعة والشعب يدفع الثمن، فالسرعة إلى الانتخاب والاتفاق والتوافق هو الممر الوحيد للوصول إلى ما يطمح إليه اللبنانيون جميعا. آن الأوان للقوى السياسية أن تخرج من مصالحها الخاصة وتدخل إلى رحاب الوطن. إن مقام رئاسة الحكومة لا يقل شأنا عن مقام رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي، فعلينا المحافظة على صلاحيات كل مقام التزاما باتفاق الطائف الذي كرس الاتفاق بين اللبنانيين، ولن نرضى بالالتفاف على الأسس والقواعد الدستورية التي تنظم عمل المؤسسات السياسية وتحدد صلاحيات كل منها. وأي مساس بالمقامات الثلاثة يطال كل اللبنانيين لا طائفة فحسب ولا حقوق لأي طائفة في لبنان خارج الدستور وخارج مصلحة اللبنانيين. وعلى المسؤولين جميعا أن يفكروا ويعملوا لمصلحة حقوق اللبنانيين. الشيخ محمد عساف دعا لكشف جريمة تفجير مرفأ بيروت التي هزت لبنان والعالم، فالقضاء جزء أساسي في حماية حقوق الناس، ودار الفتوى حريصة على تحقيق العدالة من دون أي تسييس، وينبغي أن تبقى هذه القضية في أولوياتنا. نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب في رسالة عيد الفطر وخطبة الجمعة دعا إلى عودة المؤسسات الدستورية إلى وضعها الطبيعي بالاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية، ورأى أن من العجب أن يتفق اللبنانيون على وجود الفساد وأن يتجاهل البعض الحديث عن العلة بينما هم يعلمون أسبابه الحقيقية، كمن يريد استمراره فيما الأولى هو حل المشكلة من أساسها بالعمل على الإصلاح الجذري ونزع جرثومة الفساد الكاملة في الكامنة في طبيعة النظام اللبناني المبني على أساس فاسد وهو الطائفية السياسية بحجج واهية. وترجال التمسك بالنظام الطائفي بالحجج الواهية المذكورة ليس إلا ذرائع لأهداف طائفية أخرى لم تعد تنطلي على أحد، فضحتها الدعوات التي أطلقها البعض بأنه سيذهب إلى الكونفدرالية أو التقسيم إذا لم يحصل ما أراد، وهو خلاف ادعاء العيش المشترك. ومن المهم أن نسمع أخيرا رفضا لهذه الدعوات وتجاوزها من بعض القيادات المؤثرة في البيئة التي تصدر عن بعض من ينتسبون إليها هذه الدعوات، وهو ما يعطي أملا في أن الأمور باتت تتجه في مسار إيجابي على المسار على الصعيد الداخلي، التي يجب أن تبتدئ بعودة المؤسسات الدستورية إلى وضعها الطبيعي بالاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية قادر على التواصل مع جميع القوى السياسية الداخلية ومع الدول الخارجية وعلى رأسها الدول العربية وسوريا بالأخص والعربية السعودية، ليتمكن لبنان من حل مشاكله الاقتصادية وإيجاد حل للأخوة السوريين النازحين وعودتهم الآمنة إلى بلدهم، على أن يتبع ذلك العمل على رسم خارطة زمنية معينة لإصلاح النظام السياسي يدوم معه الاستقرار والتنمية. شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ دكتور سامي أبو المنى رأى أن العلاج يبدأ من الداخل قبل الاستعانة بالخارج، أضاف: الدستور لا يؤخذ في الاعتبار ولا الاستحقاقات تحترم ولا الخطاب السياسي يطمئن المواطنين المقيمين والمغتربين لما فيه من استخفاف ومكابرة وتحد وتهديد، ولا أموال الناس وأرزاقهم بمأمن من السرقة والخسارة، حتى أصبحنا في وضع غير طبيعي في دولة بلا رئيس. كلام أبي المنى ورد في خطبة عيد الفطر بعد أداء صلاة العيد في مقام الأمير السيد جمال الدين عبد الله التنوخي في عبي، حيث زار بعد ذلك الشيخ أبي المنى المشايخ حسن والغريب وفرج
في مجلس مقام الأمير عبدالله التنوخي. إن العلاج يبدأ من الداخل قبل الاستعانة بالخارج، والإصلاح يبنى على أسس ومبادئ ثابتة لا على رمال السياسة المتحركة، وأول تلك الأسس تعزيز الإيمان في القلوب والعقول، وترسيخ القيم والفضائل في النفوس وفي العائلات، واحترام الشراكة الاجتماعية والوطنية، والحفاظ على مقومات العيش الآمن المشترك، واحترام الدستور، وصون الحريات العامة والخاصة، واحترام الصيغة اللبنانية القائمة على التنوع في الوحدة وعلى المواطنة الحاضنة لهذا التنوع. وكما في الوطن كذلك في البيت التوحيدي الداخلي، حيث الجميع مدعوون لجمع الشمل ورأب الصدع أينما وجد، وللتواضع الفعلي والتخلي عن الأنا القاتلة، والترفي عن الغرضيات والخلافات والمناكفات، والسعي الدؤوب لتقوية اللحمة في الجسم الديني أولا، والعمل معا على مستوى النخبة من رجال الأعمال والشباب وأصحاب الطاقات المالية والعلمية والثقافية والاجتماعية، لإطلاق مسيرة النهوض والإبداع من خلال مبادرات استثمارية مفيدة ومشاريع إنمائية منتجة. إحياء العيد في المناطق بالتقرير الآتي. عيد بأي حال عدت يا عيد، هذا هو لسان حال اللبنانيين وهم يستقبلون عيد الفطر المبارك بقاعا وشمالا وجنوبا وجبلا وعاصمة، بحيث تغيب فرحة العيد عن معظم الأطفال في الأحياء الشعبية، فلا حلويات ولا مدن ألعاب متاحة ولا ثياب جديدة، لأن نار غلاء الأسعار التهمت القدرة الشرائية للعائلات حتى متوسطة الحال منها، علما أن 80% على الأقل من اللبنانيين باتوا فقراء و70% معدمين بحسب آخر الدراسات. وعليه أحيا اللبنانيون في مختلف المناطق ومن دون استثناء العيد بما توافر وهو قليل، مع شعور فائض بالحرمان الذي كان حاضرا في شهر رمضان المبارك على موائد الإفطار التي خلت من الأطعمة الرمضانية كاللحوم والحلويات، والتي تفوق قدرتهم الشرائية أضعافا مضاعفة. حل عيد الفطر وقبله عيد الفصح المجيد، وعيون اللبنانيين شاخصة نحو مستقبل مشرق وعلى رجاء وأمل باجتذاب الاستثمارات الخارجية وإنعاش الاقتصاد الوطني الذي يعاني من انكماش مزمن، وبالتالي تخفيف وطأة الدولار على جيوب اللبنانيين المثقوبة، حيث فقدت العملة الوطنية 98% من قيمتها. المشايخ الذين أموا المصلين شددوا على وجوب إنهاء معاناة الناس المعيشية وعلى انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة. مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسام دعا ممثلي الشعب لحزم أمرهم باختيار الأصلح رئاسة وحكومة. مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا طالب بإنهاء الشغور الرئاسي والالتفات إلى وجع الناس وحاجات هذا البلد. عيد بأي حال عدت يا عيد، فهل تعود إشراقة العيد من جديد؟ وهل يعود وطننا لبنان واحة الفرج والاستقرار والسلام؟ الجميع يأمل ذلك. المسلمون حول العالم يحتفلون بعيد الفطر المبارك. الله أكبر. استقبل ملايين المسلمين في مناطق عدة في العالم صلاة عيد الفطر، واقتضت الجوامع والمناطق المحيطة بها والساحات والشوارع بالمصلين الذين احتشدوا لأداء صلاة العيد، والتي سبقتها التكبيرات والتهليلات منذ انبلاج فجر أول أيام العيد، وحرصوا على الصحة بأطفالهم ليشهدوا هذا العيد الذي يعقب شهر صيام رمضان المبارك. من مكة المكرمة إلى ساحات المسجد الأقصى في فلسطين المحتلة، كذلك مساجد مدينة الموصل العراقية، إضافة إلى سوريا وأصقاع كل الدول العربية،
كما احتشد المؤمنون في مسجد الأزرق بمدينة اسطنبول التركية، وقامت الجالية التركية بصلاة العيد بمسجد مولانا الواقع شمال غرب روتردام بهولندا. في إندونيسيا وهي أكبر دول الإسلامية سكانا، أدى الجموع الصلاة، والمسلمون الأستراليون أدوا صلاة عيد الفطر عند شاطئ نيوكاسل في ساوث ويلز وهي أكبر ولايات البلاد، واحتشد المصلون في باحات مسجد أنيت التاريخي في العاصمة الروسية موسكو، كذلك في ساحات عاصمات العالم. أحياء عيد الفطر السعيد عم عددا من المناطق ذي الغالبية المسلمة في آسيا وأفريقيا وسواها. توقعات عن سعر صرف الدولار بعد عطلة عيد الفطر السعيد في لبنان في تقرير بيا طنوس. ما مصير سعر صرف الدولار بعد عطلة عيد الفطر السعيد؟ لعله السؤال الأبرز الذي يطرحه الجميع في ظل خشية من تسجيله أرقام قياسية جديدة، خصوصا بعد إقرار زيادة رواتب موظفي القطاع العام. وفي هذا السياق كان البروفيسور بيير خوري الخبير في الشؤون الاقتصادية رأي. بهمنا نشير إليه اليوم أنه اليوم هذا الاستقرار إجا بعد ارتفاعات كبيرة وربما غير متسقة مع التطورات الاقتصادية والمالية بالبلد. على العكس شفنا ارتفاع من أول السنة من 40,000 ليرة إلى حدود 100,000 ليرة، وهيدا أنا برأيي بيستوعب مرحلة طويلة من الاستقرار النسبي. ربما يكون المرحلة الفايتين عليها نحن بعد عيدين وبعد ما نصرنا على أبواب الصيف، وهدول كلهم بيتميزوا بأنه ربما يكون في تدفقات دولارات فرش على البلد بتساعد أنه ما يصير في ارتفاع بسعر الصرف، إلا إذا كان وطالما أنه هذا السعر هو سعر مدار ولا يعكس التطورات الحقيقية بالسوق من خلال تدخل منصة صيرفة، إلا إذا كان في عناصر جديدة لا يمكن قراءتها بهذه اللحظة. أنا لذلك ربما بشوف في احتمال لأنه يروح الاستقرار النسبي اللي عايشينه حتى مرحلة آخر موسم الصيف. اللي لازم ننتبه له بهالمرحلة هو معدلات التضخم، لأنه اليوم الدولة عم بتزيد رسومها بشكل واسع والدولة عم بتزيد انفاقها، وهذا كله بده ينعكس على الأسعار بالبلد لأنه الدولة ما عم تقدر تساهم بتكبير الكعكة الاقتصادية يلي من خلالها بدها تاخد حصة أكبر من الناتج. هيدا ما عم يحصل، وهيدا عادة بيؤدي إلى انعكاسات تضخمية. نحن لاحظنا أنه رغم الاستقرار النسبي بسعر الصرف من أكثر من شهر لليوم في جنون أسعار بالبلد. هيدا خلينا نراقبه لوين ممكن يوصل. بعتقد هيدا هو الخطر الأساسي يلي نحن عم نواجهه بهالمرحلة قبل الخريف. بعد ما يخلص موسم الصيف يمكن يكون في حديث تاني. البروفيسور خوري شدد من جديد على أهمية وضع خطة اقتصادية إنقاذية. فصل فنواصل. دخلت مصر والإمارات على خط الوساطة من أجل وقف الحرب السودانية الداخلية على يمكن تنفيذ ثالث اتفاق هدنة. التطورات الدموية في السودان في تقرير منى العلي. أعلنت قوات الدعم السريع في السودان الموافقة على هدنة لمدة 72 ساعة. هذه الهدنة في القتال بين هذه القوات والجيش السوداني تأتي تزامنا مع احتفالات عيد الفطر المبارك، وترمي إلى فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين وإتاحة الفرصة لهم لمعايدة ذويهم. وأشارت في بيان إلى أن هذه الخطوة تأكيد على التزامها بتحقيق الاستقرار والأمن في البلاد ولتبني قضية حقوق الإنسان والسعي لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوداني في الحرية والعدالة والديمقراطية وسيادة حكم القانون. وعلى الرغم إعلان الهدنة والمطالبات الدولية والإقليمية بوقف إطلاق النار واللجوء للحوار لإنهاء الأزمة، إلا أن السودان يشهد اشتباكات واسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة يتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية.
ويحاول كل من الفريقين أن يسيطر على مقار حيوية أبرزها القصر الجمهوري في الخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية أبرزها مطار مروي. الجيش السوداني أعلن أنه شن قصفا كثيفا على قوات الدعم السريع في جنوب الخرطوم، لافتا إلى مواصلة العمليات في كل ولاية الخرطوم، وذكر أنه نشر الآلاف من عناصر القوات المسلحة والمخابرات والاحتياطي لعمل مسح بري كامل لولاية الخرطوم، مشيرا إلى أن المسح يأتي بعد نجاح عملية حسم جوي استهدفت نقاط وجود الميليشيات في الخرطوم فجر الجمعة. قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أعلن أن القوات المسلحة السودانية عازمة على مواصلة الانتقال نحو الحكم المدني في السودان، لافتا إلى أن الخراب والدمار وأصوات الرصاص لم تترك مكانا للفرح الذي يستحقه السودانيون. أما عدد القتلى فقد تخطى 400 حتى الآن، وعدد الجرحى ناهز 4000 سوداني. تطورات جنوب شرق أوروبا على الأراضي الأوكرانية في التقرير الآتي. أشارت وزارة الخارجية الروسية في بيان إلى أن إجراءات أوكرانيا وتصريحاتها الأخيرة تظهر أن روسيا بحاجة إلى مواصلة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وأعلنت الوزارة عن استمرارها في العملية حتى تكتمل أهدافها المعلنة، وهي استئصال النازية ونزع السلاح والقضاء على التهديدات التي يتعرض لها الأمن الروسي. في المقابل أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن للصحفيين أن الولايات المتحدة وحلفائها سيبحثون في مسألة تزويد أوكرانيا بمزيد من معدات الدفاع الجوي والذخيرة خلال اجتماع لوزراء الدفاع في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا. من جهة ثانية، لفت الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ إلى أن جميع أعضاء الحلف العسكري اتفقوا على أن تصبح أوكرانيا في نهاية المطاف عضوا في الحلف، لكن التركيز الرئيسي الآن هو ضمان انتصارها على روسيا بحسب تعبيره. وفي حديثه قبل اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا في قاعدة رامشتاين الألمانية، صرح ستولتنبرغ للصحفيين: بمجرد انتهاء الحرب في أوكرانيا يجب أن تمتلك كييف الردع اللازم لمنع هجمات إضافية. على تويتر علق رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع على ذكرى اعتقاله: حر في معتقل، لا سجين في سلطة. التقى رئيس لجنة الصداقة النيابية اللبنانية الفرنسية النائب سيمون أبي رمية اليوم في باريس رئيسة مجلس النواب الفرنسي يائيل براون بريفي، وكانت جولة أفق في الأوضاع في لبنان والعالم. عنوان عالمي متميز نالته جامعة الويزي واحتفال بالحدث. احتفلت كلية إدارة الأعمال والاقتصاد في جامعة سيدة الويزي باعتمادها الـ AACSB تحت عنوان رفع مستوى التميز، منظور نبيل في تعليم إدارة الأعمال. وحضر الاحتفال الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية الأباتي بيير نجم، المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب، ممثلا معالي وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، رئيس جامعة سيدة الويزي الأب بشارة الخوري، عميدة كلية إدارة الأعمال والاقتصاد في الجامعة الدكتورة فيفيان نعيمي، رئيس مجلس الأمناء معالي الدكتور زياد بارود، ضيف الشرف ريتشارد روبرتس، إلى جانب أسرة جامعة سيدة الويزي ورؤساء الجامعات والمدارس، الهيئات الاقتصادية وعدد من الشخصيات الروحية والأكاديمية والتربوية والثقافية والأعلامية. بداية، عبرت عميدة كلية إدارة الأعمال والاقتصاد الدكتورة فيفيان نعيمي عن فرحتها بنيل الاعتماد. نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور ميشيل حايك لفت إلى أن الهدف لم يكن الاعتماد بحد ذاته، إنما الهدف الأساسي كان التطور للكلية خصوصا وللجامعة في شكل عام. في السياق، أكد رئيس الجامعة الأب بشارة الخوري أن هذا الاعتماد هو عالمي.
المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب من جهته نوه بعمل الكلية واصفا هذا الاعتماد بإنجاز استثنائي ومن أصعب الاعتمادات التي يمكن الحصول عليها، معتبرا أن بأمس الحاجة اليوم إلى طرق ومسارات جديدة ترسم طريق الوطن ومستقبل طلابنا. وفي الختام فاجأ الأب الرئيس ضيف الشرف السيد روبرتس بهدية مميزة عبارة عن شجرة أرز تحمل اسمه غرست في محمية أرز الشوف. النائب حسن مراد أعرب عن أسفه من أن الفساد أصبح متفشيا ومنتشرا في كل مكان، وأن سوء إدارة السلطة للبلد وقراراتها غير المنبثقة من خطة واضحة تساهم بازدياد الوضع سوءا. كلام مراد الذي ورد في خلال إفطار رمضاني في البقاع أكد خلاله أن المعركة في الداخل هي في مواجهة الفساد، والمعركة في الخارج هي في مواجهة ومقاومة العدو الصهيوني، وما نراه اليوم هو غيض من فيض، وأن النصر يقترب كل يوم أكثر. معركتنا بالداخل رح تبقى ضد الفساد والتسلط والظلم، ومعركتنا الوجودية مع العدو الصهيوني رح تبقى مستمرة أبد الدهر حتى تحرير أراضينا المحتلة كلها، إن كان بلبنان أو بسوريا أو بفلسطين. فلسطين يلي رح تبقى بوصلة نضالنا. عملت عناصر الدفاع المدني في جبيل لإنقاذ المواطن حيحي من الغرق على شاطئ جبيل مقابل مجمع إدي سنس السياحي، وقد تم نقله إلى مستشفى سيدة مارتين للمعالجة، في حين لا يزال المواطن بيكاف مفقودا في المحلة ذاتها، حيث حضرت فرق الإنقاذ البحري في الدفاع المدني ومغاوير البحر للبحث عنه. نظم موقع الأفضل نيوز إفطارا رمضانيا في قاعة ديوان القصر في الخيارة البقاع الغربي، حضره محامون وصحفيون ومديرون لمواقع وصفحات إخبارية ووجوه ثقافية وبلدية وفعاليات. وألقى رئيس تحرير موقع الأفضل نيوز جهاد مراد كلمة شدد فيها على أهمية دور الإعلاميين والمحامين في محاربة وكشف الفساد وحماية الحريات وتطوير الذهنية نحو وطن أفضل. رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين الجالية اللبنانية في الرياض ربيع الأمين غرد على تويتر بالآتي: سهرة وسفرة ممتعة إلى فينيقيا مع الشعر والموسيقى في الرقص، أخرجنا مسرح كاراكلا أمس من واقعنا المرير، أخذنا برحلة إلى اللبنان الذي نحب ونحيا ونحلم، عرض رائع وجمهور متفاعل، ردد مع سعيد عقل بيقولوا راجع لبنان مين قال إنه فل. اجتماعي في رشية بدعم من المجلس الدرزي. في إطار تنفيذ البرنامج التعاضدي الاجتماعي، اختتمت اللجنة الاجتماعية في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز بالتعاون مع تجمع الجمعيات النسائية في الجبل والجمعيات الأهلية في القرى سلسلة ورشات العمل التي كانت قد بدأتها في المناطق لتعاون المستفيدين من برنامج سند مع البلديات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بورشة عمل أقيمت لمنطقة رشية في الخاعة العامة في البلدة. تحدث في الورشة أكرم عربي عن واقع برنامج سند وآلية عمل الإحصائية في قضاء رشية، ثم تحدثت الدكتورة رند حميدي عن أهمية مبادرة سند التي أطلقتها اللجنة الاجتماعية لجهة تشبيك المسجلين ببرنامج سند مع مراكز الرعاية الصحية الأولية. وهالمبادرة المجلس المذهبي أستاذي غادة وأستاذ أكرم أجوا لعندي وقالوا لي منحب تساعدينا بكيف نشبك هالناس يلي مسجلين ببرنامج سند. المحامية غادة جملات شرحت أهداف برنامج سند
نحن اليوم ومن خلال هذا المشروع نسعى إلى تأمين شبكة أمان صحية لأهلنا المستفيدين من برنامج سند من خلال تأمين المعينات الطبية والأدوية عبر مراكز الرعاية الصحية الأولية في المناطق والخدمات الاستشفائية. برنامج دعم، برنامج أمان، وبرنامج العائلات الأكثر فقرا هلأ إعادة العمل فيه. اجتمعنا مع معالي وزير الشؤون الاجتماعية وهون بدنا نتعاون كلنا سوا للمستفيدين من برنامج سند الذين هن من يعني عائلات ذات أوضاع اجتماعية صعبة جدا. الدكتور رامي عطلة ركز في مداخلته عن تجربة المناطق مع البرنامج وأهمية توسيع شبكة المستفيدين وتنظيمها. كافي لأن عنده عدد من الملفات بعده لليوم يتقاضى تقريبا بيحمل المريض 18,000 ليرة فقط، ولما يجي المريض بده يعمل فحوصات بيتقاضى من المريض على الفحوصات 30,000 ليرة فقط لا غير. وكانت مداخلة للدكتور سامر حرب. الصفحة الرياضية طارق غزالي. فاز أشبيليا بنتيجة 3-0 على مانشستر يونايتد ليتأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي بفضل هدفين من توقيع يوسف النصيري ليقترب من تعزيز رقمه القياسي بالفوز باللقب للمرة السابعة بعدما تعادل الفريقان ذهابا 2-2. تأهل يوفنتوس إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي بتعادله 1-1 مع سبورتك لشبونة في مباراة مثيرة بإياب دور ربع نهائي مستغلا فوزه ذهابا بنتيجة 1-0. وجاء التأهل بعدما ألغت أعلى هيئة رياضية إيطالية حكما بخصم 15 نقطة مرسيد يوفنتوس بالدوري الإيطالي في انتظار محاكمة جديدة. ويواجه يوفنتوس في الدور المقبل أشبيليا بعدما أطاح الفريق الإسباني بمانشستر يونايتد 5-2 في مجموع المباراتين. تأهل باير ليفركوزن إلى الدور نصف النهائي للدوري الأوروبي بعدما سحق مضيفي سان جيلواز البلجيكي بنتيجة 4-1 ليفوز بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين ذهابا وإيابا، ويمدد سجله الخالي من الهزائم إلى 12 مباراة متتالية في جميع المسابقات. وبهذا يصل ليفركوزن آخر الفرق الألمانية التي لا تزال تنافس في البطولات الأوروبية هذا الموسم إلى الدور نصف النهائي بإحدى البطولات القارية في 21 عاما، وسيلتقي روما مع باير ليفركوزن في الدور نصف النهائي. أخيرا توجه رئيس حزب التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط وعقيلته السيدة نورة جنبلاط والعائلة وآل الشواف واسطنبولي والشرباطي بالشكر لجميع القيادات والمسؤولين وقائد الجيش عماد جوزيف عون وكل من قدم التعازي بوفاة المرحوم دكتور سعود محمد علي الشواف. مشاهدينا الكرام في الختام نشكركم وإلى اللقاء غداً.